وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الصحفية الأستاذة سوسن الشاعر. أستاذة سوسن، بعد أن شاهدنا هذا التسجيل بين حمد العطية وحسن سلطان من قيادات الوفاق هنا في المعارضة البحرينية، أحد أوجه التدخل القطري السافر في الشؤون الداخلية البحرينية، يعني تواصل الحكومة القطرية مع المعارضة هنا في البحرين، يعني ما الهدف منه ويعني ما أسباب دعمه أساسا؟ والله يعني الواحد يستمع وهو يتألم لهاي، يعني من الصعب علينا حتى نحن نلفظها ونقول تآمر، ولكنه كان كذلك، كان تآمر. يعني احنا بس خلينا نربط هذا الحوار، المكالمات اللي سمعناها، مع جثث شهدائنا اللي راحوا وماتوا. خلينا نربط هذه المكالمات مع الدمار اللي عم في البحرين في وقت في 2011 لما كانت هذه المكالمات تحدث، اقتصادنا، الشرخ اللي صار بين كسنة وشيعة، كل ما تسبب فيه من أذى ربطوه بهذه المكالمات عشان بس نعرف قيمتها ومعناها وأثرها وتبعاتها على البحرين. احنا ما نعتبر هذه مجرد مسؤول قاعد يعطي فسحة إعلامية لشخص يريد يستخدم قناة الجزيرة، لا، احنا قاعدين نتعامل مع أداة من أدوات التدمير والخراب اللي تسببت في اللي صار لنا في البحرين، عشان نعرف نقيم معنى هذه المكالمات. وأودي أقول شيء هني، يعني لله در هذه الدولة وهذه الحكومة وهذا النظام وهذه السلطة وهذه القيادة اللي صبرت واكتمت الغيظ ومسكت على الجمر 4 سنوات أو 5 وتعاملت وكأن شيئا لم يحدث وكأنها ما سمعت هالمكالمات من أجل الحفاظ على اللحمة والوحدة الخليجية، وبدت قبل أي شيء ثاني مصلحة مجلس التعاون على مصلحتها إحنا. هذا يجب أن يقدر ويثمن وما يرجع لنا بالنكران وبالجحود وبإنكار ما حدث. الآن كل شيء يعني افترض أن يعني يكون الأخوان في قطر أذكى من هذه ويعرفون أن ما في شيء يتم بدون علم وبتجاوز. الحين كل شيء أجهزة التصنت على كل شيء، أنت تقدر تسوي في أجهزتك العادية، في تليفونك، في كاميرا عادية، فما بالك بدولة. نعم، يعني بلا شك سادة سوسن، يعني ممارسات حكومة مملكة البحرين ويعني كظم غيظها بلا شك يأتي في سياق المحافظة على الوحدة الخليجية، على الدم، على النسب، على المصير المشترك بين جميع دول مجلس التعاون. ولكن كما شاهدنا بالدليل الواضح الصوت لمستشار أمير قطر والمدعو حسن سلطان القيادي في حزب الدعوة، يعني ألا يدل ذلك بأن قطر عبر سلوكها هذا لا تريد الاستقرار لا للبحرين وربما ولا غيرها من دول الخليج؟ طبعا، وهذا اللي يؤكد على صحة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا. يعني احنا بعد هذا اللي سمعناه نقول جاءت الإجراءات متأخرة، لكن نتفهم لماذا تأخرت، ولكن في نهاية المطاف الإجراءات سليمة تحافظ على حمايتنا وعلى سيادتنا وعلى أمننا واستقرارنا. يعني من يصبر على هذا الوضع 20 سنة؟ منو؟ في أي دولة ممكن تصبر لو ما حكمة القيادة في المنطقة؟ يعني المملكة العربية السعودية يعني نابها بعد نفس الشيء أكيد، وعلى الإمارات بنفس الطريقة. كلنا صبرنا 20 سنة على وعسى أن هذا أخ وشقيق، وما زلنا نقول، وأنا دائما أستهل كل المداخلات في من بداية الأزمة إلى الآن بأن احنا ما بيننا وبين الشعب القطري إلا كل خير، ما بيننا وبين الشعب القطري إلا المودة والرحمة وصلة الرحم بيننا. أكيد بلا لكن شك. هذه ما ارتكبته القيادة في قطر مع الأسف شيء لا يمكن أن يتصوره، يعني أجيال ممكن تثبت في بالها هذه التآمر على وطنها بهذا الشكل. نعم، ما قاعدين نتكلم على شخص عادي، احنا نتكلم على مستشار الأمير على هذا المستوى، كان التنسيق.
نعم سادة سوسن، يعني بلا شك نحن نتحدث عن ممارسات الحكومة في قطر، بينما الشعب القطري هو شعب شقيق، ابن عم وابن خال بلا شك. ولكن كما شاهدنا في هذا التسجيل، كان التركيز يعني خلال الاتصال على دور قناة الجزيرة في توفير الدعم الإعلامي، توفير الغطاء للتنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر. يعني هذا دليل آخر على أن الجزيرة مرتبطة بسياسة الحكومة القطرية، وأيضا لها دور في زعزعة الأمن في البحرين. ماذا تقولين أو ما هو رأيك في هذا السياق؟ رغم أن احنا ما كنا نحتاج لهذا التسجيل علشان نعرف دور الجزيرة في اللي حدث، لأنه كان معروض ويبث على الهواء، وكنا نتابعه وكنا نموت مع كل برنامج وكل تقرير يطلع ويتسبب بمزيد من الفوضى. يعني هذه أنا بس مستغربة من المستشار الأمير لما يتكلم مع بحريني يقول له انتم نعلم احنا ان عندكم انتم ظلم واضطهاد وانتم الشيعه مظلومين في البحرين. انا بس ابي اسال في قطر، هل يحق للشيعه في قطر ان يمارسون طقوسهم الدينيه كما يحق للشيعه اللي في البحرين؟ هل منحت حقوقهم في قطر نفس اللي ممنوح لهم هني بحريات التعبد وحريات الممارسه الدينيه كما يحدث في البحرين؟ ومع ذلك قاعد يحرضه يقول له بعد ان انا اعلم ان انت مضطهدين. عيل اللي هناك شلون شو يقولون عيل؟ يعني شوف التحريض. يا ريتنا بس هني بعد حتى يعني ابناء البحرين من الشيعة اللي هم ابناء هذا الوطن اللي الحين عرفوا وشافوا الفرق في التعامل، ان هذا اللي كان يحرض طول هالفتره هذه ما كان يحرض لسواد عينك، ما كان يحرض لأنه يبي يخدمك أبدا، كان يحرض لغاية في نفس يعقوب، كان يحرض لأنه لا أجندة، وإلا لو كان هو قلبه على الممارسات الدينية والحريات الدينية كان عطاها للشيعة اللي موجودين في قطر. بس هذه إحنا نقول إحنا ما نتدخل في شؤون الداخلية لأي دولة، هم أحرار، إحنا ما نتدخل، كنا نتمنى أن نعامل بالمثل لا أكثر ولا أقل. هذا الشيء. النقطة الثانية لما قال عن درع الجزيرة أن إحنا ما قبلنا وما دخلنا، يعني شو نقول؟ نقول بالبحريني بس أفا بس؟ هل هذه كلمة تنقال؟ هل هذه درع الجزيرة؟ والله لو قطر مسها شر، الله لا يقول شعرة بس، كان شفتونا كلنا فزعنا، مو بس درع الجزيرة، إلا الشعب البحريني كلنا، ما نقبل ولا نرضى على أي ضرر يمس قطر. هل هذا يجازى بأن وقت الأزمة ووقت الحاجة إحنا هني يقول له إحنا ما نقبل وطرشنا به ضباط اثنين العين والنفس؟ هل هذا تجازى البحرين بهذا الشكل؟ يعني شو نقول؟ لكن نقول الله يزيل هذه الغمة، وإن شاء الله الله يهدي القيادة في قطر للصواب، ويتعظون باللي صار، ويشوفون إن الطوفان اللي جاي مو بسيط. احنا اليوم قاعدين نخاطب العالم كله، والمطالب ما قاعده تصير مطالب بحرينيه فقط ولا مطالب خليجيه فقط، المطالب الان دوليه، هناك اراده دوليه لمحاربه الارهاب. وكفى هذا العبث اللي سمعناه اليوم، هذه كان يجري 20 سنه واحنا صابرين، العالم الان ما راح يصبر، اذا احنا صبرنا العالم ما راح يسكت. احنا قاعدين نناشد قطر انها يعني ترجح العقل وتشوف المعطيات الواقعية بعين، تقرأ واقعها بشكل سليم، لا تعيش في أوهام. الحين إحنا بهذا التسجيل اللي عرضناه أعتقد الرسالة صارت واضحة الحين، لا عودة لما بعد التسجيل وما بعد عرضه، لا عودة. نعم. إحنا المستقبل لأبنائنا يعيشون بأمن وسلام، على قطر أن تختار أن ترجح صوت العقل وتعود للحضن الخليجي وتكف عن الأذى اللي سببته لنا طول هالفترة هذه. مطالبنا واضحة ومشروعة وحقنا في حمايتنا. أتمنى من الأخوة في قطر اللي يقولون إن أنتوا ظلمتونا ولا أنتوا تعديتوا علينا ولا أنتوا قاطعتونا ويخاطبون العاطفة، أتمنى يسمعون ويحكمون عقلهم وضميرهم، وبعدين نبي نسمع ردهم. إذن الكاتبة والصحفية الأستاذة سوسن الشعر، شكرا جزيلا لك.